هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في برنامجكم والصلح خير في هذه السهرة المباركة ومن قناة القرآن الكريم خامسة الجزائر. نحن معكم على المباشر وعلى مدار ساعة كاملة نتفاعل معكم من خلال عدة قضايا، مشكلات، خلافات ونزاعات بالنسبة للجالية المسلمة في المهجر، خاصة أننا خصصنا لها هذه الأعداد لمعرفة طبيعة القضايا التي تعيشها الجالية المسلمة في المهجر. ومع فضيلة الدكتور سعيد بويزري الذي يصلح ذات بيننا استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة، سنتعرف على كل الحلول التي تتعلق بهذه القضايا من خلال هذا المباشر. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. أنت بخير؟ وأنت بخير؟ الحمد لله دكتور. إذا نستمر من خلال هذه مع الجالية المسلمة في المهجر وقضاياها. إذا غالبا ما تكون أسباب رئيسة وراء انفصال الزوجين والطلاق في ديار الغربة طعمه مر؟ ما هي طبيعة قضايا الطلاق في المجتمعات الغربية بالنسبة للجالية المسلمة في المهجر، وما هي إجراءات الطلاق التي سنتعرف عليها في العدد السادس المخصص للقضايا الجالية المسلمة في المهجر، وفي الحلقة الأولى بالنسبة لموضوع الطلاق الذي سنعرضه للنقاش في هذه الحلقة. دكتور سعيد، إذن قضايا الجالية العدد السادس والطلاق في حلقته الأولى في هذه السهرة. الطلاق في ديار الغربة صعب جدا بين الأزواج المغتربين الذين يعيشون في مجتمعات غربية أو في مجتمعات عربية، ولكنه في الأخير يقع الطلاق دكتور بناء على عدة أسباب، ويترتب عنه مشاكل عديدة. الطلاق في ديار الغربة أشد وطأة دكتور سعيد. طبيعة قضايا الطلاق في المجتمعات الغربية بالنسبة للجالية المسلمة في المهجر يمكننا التعرف عليها اليوم حلقة بحلقة، ويمكننا أيضا التعرف على إجراءات الطلاق خاصة عندما يقع بين الأزواج المغتربين، والتمعن أيضا في بعض القوانين والنصوص التي لا نعرفها نتعرف عليها ويتعرف عليها المشاهد الكريم. دكتور سعيد تفضل. الفنجات بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بسم الله السلام عنوان أرث ذويل تنوان والصلح خير. الطلاق هذا أخطر موضوع تعيشه جاليتنا في ديار الغربة. إذا قلنا بأن انتقال الأسرة إلى ديار الغربة هذا في حد ذاته تحدي كبير، حتى ولو كانت هذه الأسرة تنتمي إلى دين واحد وإلى جنسية واحدة، مع ذلك فالانتقال إلى ديار الغربة يحدث هزات في هذه الأسرة. نعم. هذه الأسرة تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر. هذا المجتمع الجديد له عادات وأعراف وثقافة معينة وله قوانين معينة. السؤال المطروح، إلى أي مدى تنسجم هذه الأسرة مع هذه الأعراف والعادات والثقافات والقوانين التي يخضع لها الجميع في بلاد الغربة؟ ربما من أسباب عدم الاستقرار
في الحياة الزوجية خارج الديار، يعني في بلاد الغربة، وجود هذه الثقافة أو القوانين التي تشجع على ذلك، على الفرقة. حينما أقول تشجع على الفرقة ليس بشكل مباشر، لا، مثلا تجد المرأة أن هذه القوانين في بلاد المهجر تحمي حقوق المرأة بين قوسين. لا أقصد بذلك أن حقوق المرأة محفوظة في بلاد الغربة، لا أقصد ذلك، ولكن نوع من الحرية الزائدة وكذلك الحقوق المادية متعلقة بالمشتركات التي المادية التي يكتسبها الزوجان بعد تأسيس الأسرة. لعلنا نناقش هذه المسألة في العدد القادم في موضوع الطلاق، لأن من المسائل التي يقع فيها إشكال هي المسائل المادية، قسمة الممتلكات المشتركة بين الزوجين، كذلك اغتراب هذه الأسرة، ابتعاد هذه الأسرة عن العائلتين. ربما ولا أصدر حكما عاما يجعل أحدهما يجرؤ على الإنقاص من حقوق الطرف الآخر، إما الزوج أو الزوجة، لا ندري. نذكر يعني هذه الأمور بشكل عام وهي موجودة. هناك بعض الرجال، بعض الأزواج حينما يبتعدون عن أوطانهم يلحقون ألوانا من الأذى بزوجاتهم، بعيدا عن أسرتها وعن أسرته، لأن وجود الأسرتين صمام أمان إلى حد كبير. فالأسرتان ترافقان هذه الأسرة الفتية نصحا وإرشادا، ولكن كيكونوا بعاد. وأحيانا الزوجة حينما تكون بعيدة عن وطنها، بعيدة عن عائلتها، وتجد الظروف القانونية تلائم تناسبها تساعدها على التحرر، خاصة إذا كانت مستقلة ماديا، بل حتى بغير عمل. هناك نساء بدون عمل، هن يعلمن بأن هناك حقوق يعني محفوظة للمرأة المطلقة وللأولاد إلى آخره، وهي تعلم علم اليقين بأن تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها شهريا تكفي لتحقيق حد معتبر من المعيشة هناك. لا أدري، في الحالات كثيرة جدا كحجة للتمرد، بارك الله، إن الزوج يتمرد على الزوجة أو الزوجة تتمرد باسم القوانين هناك لأنها محفوظة. لذلك الذي يحفظ هذه الأسرة هو التمسك بالدين، التمسك بالأصالة، بالوفاء، بمعرفة قيمة الميثاق الغليظ الذي يجمع بينهما، بالنظر إلى المآلات، بالنظر إلى مصلحة الأولاد إن وجد هؤلاء الأولاد، وهكذا. وهل هذا الفهم خاطئ دكتور؟ نعم، للأسف. هناك من يستعد للزواج، لا، هناك نعم، أو يحضر نعم. نفسه. فإذا كنا نقول أن الأسرة تحتاج إلى تأهيل داخل الوطن، من أجل تحقيق يعني استقرار يؤهلها لتحقيق مقاصدها الاجتماعية والتربوية المختلفة داخل الوطن، فالأمر مطلوب أكثر خارج الوطن، لأن التحديات التي تواجهها الأسرة خارج الوطن أكبر. لذلك فالأسباب كثيرة، أسباب كثيرة، هناك أسباب نفسية، هناك أسباب اجتماعية، هناك أسباب ثقافية، هناك أسباب قانونية وراء يعني ظاهرة الطلاق في بلاد الغربة. ولعلم الجميع أن حالات الطلاق في زمن كورونا يعني ارتفعت جدا في بلاد الغربة، هي عموما باستقراء الواقع، واقع الأسرة البشرية في زمن كورونا حالات الطلاق كثيرة. طبعا الزوج والزوجة كلاهما في البيت، فيكون عندهم فرصة اللقاء أكثر،
اكتشاف أخطاء بعضهم البعض، يتعرفان على بعض، على بعض، والنفوس تضيق والصدور تضيق، يلا وتبدأ المشاكل. وهذه موجودة في كثيرة جدا، عندنا يعني أرقام هائلة في فرنسا، في كندا، في بريطانيا، في سويسرا، في إسبانيا، تتبعنا الكثير من هذه الحالات. هناك قضايا طرحت على مستوى البرنامج، برنامج الصلح وخير، لكن قضايا يعني تواصلنا معهم هاتفيا أو عبر وسائل التواصل المختلفة. هناك من حضر إلى الجزائر بالنسبة للجزائر، وكذلك قضايا لتونسيين وتونسيات ومغاربة، رجال ونساء وموريتانيين، ويعني كثير من جالياتنا تتبعنا هذه القضايا بقدر الإمكان، ولا نتعرض في البرنامج إلا للقليل القليل من هذه القضايا. ولكن لعلم الجميع أن إجراءات الطلاق تختلف، سواء في كندا، في إسبانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا. نذكر على سبيل المثال في فرنسا هناك إجراءات متعددة للطلاق، والقاسم المشترك بين هذه الإجراءات كلها على مستوى البلاد الغربية أن إجراءات الطلاق طويلة. نعم، مدة الطلاق يعني باش يوصلوا إلى إصدار حكم طويلة. هناك بعض الإجراءات تمتد إلى سنة أو سنة ونصف أو سنتين. بعد أحيانا الرجل يطلق زوجته شرعا، يعني يتلفظ بالطلاق، نعم، وحينما يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة إقليميا في بلاد المهجر لاستصدار حكم قضائي، الإجراءات طويلة جدا. وهناك بعض القوانين كما في كندا مثلا، الرجل مع الزوج مع الزوجة يعيشان، يعني المطلقان يعيشان في بيت واحد حتى في البلاد الأخرى لمدة طويلة. والسؤال الذي يطرح، ما حكم هذا الطلاق؟ لأن العدة الشرعية، ربنا قال في القرآن وأحصوا العدة، من نهار اللي يطلق الرجل زوجته شرعا يبدأ في حساب العدة، والعدة معلومة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعدة بجميع أنواعها معروفة في الشريعة الإسلامية. ولكن هذه العدة الشرعية تنتهي ولم يصدر حكم الطلاق بعد في المجتمعات الغربية. نعم، خاصة إذا لم يتفق الزوجان على المسائل المتعلقة بأثار الطلاق، ما يتعلق بحضانة الأولاد، ما يتعلق بقسمة الممتلكات المادية المشتركة، ما يتعلق بالمسكن، المسكن العائلي. هذه أمور يعني إذا لم يتفق على هذه الأمور فالإجراءات تطول. لذلك مثلا في فرنسا كان أنواع الطلاق، كان ما يسمى بالطلاق بالتراضي، نعم، أمام ما يتم أمام الموثق، وهذا تقريبا هو أيسر نوع من أنواع الطلاق. إجراءاته قصيرة بالمقارنة مع الأنواع الأخرى. هذا الطلاق الاتفاقي الذي يقع أمام الموثق، يتفقان في عارضة مشتركة زوج زوج، هذا إجراء قانوني معتبر في القانون المدني الفرنسي، الكود سيفيل الفرنسي. وكاين أيضا الطلاق بالتراضي الذي يتم أمام القاضي، هذا نوع آخر. هناك أنواع يعني كثيرة للطلاق، والقاسم المشترك بين كل هذه الأنواع أن إجراءات الطلاق طويلة. وكون هذه الإجراءات طويلة نواجه قضية كبرى تتعلق بالعدة الشرعية. العدة الشرعية تنتهي، ولكن للأسف لم يصدر حكم الطلاق. كأنها تؤثر سلبا على العدة الشرعية. لا تؤثر سلبا على العدة الشرعية، نعم. نعم. شغل أمامنا ظاهرة ازدواجية العدة. نعم. عدة شرعية تبدأ من تاريخ التلفظ بالطلاق وتنتهي بنهاية العدة الشرعية. نعم. بنهاية المدة الشرعية، ولكن عدة أخرى تبدأ بعد صدور الحكم بالطلاق. وتطرح قضايا النسب بعد ذلك وقضايا الميراث. عندنا حالات وين يموت الزوج بعد نهاية العدة الشرعية،
نعطيو مثال تقريبي، رجل طلق زوجته في 1 جانفي مثلا 2021. نعم. من الناحية الشرعية في حدود 3 شهور أو أقل بقليل تنتهي العدة الشرعية، وهو يموت في شهر 5 في شهر ماي. نعم. من الناحية القانونية لم يصدر حكم الطلاق، ما زال إجراءات ماشية مستمرة. نعم. مستمرة. نعم. طيب، حتى ولو صدر حكم الطلاق باش يطبق في البلاد في الوطن يحتاج إلى إضفاء الصيغة التنفيذية كما ذكرنا فيما سبق. نعم، في الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية. إذن انتهت العدة في شهر مارس من عام 2021، ولكن الرجل المطلق توفي في شهر ماي، أي بعد شهرين. السؤال المطروح، هل هذه الزوجة وارثة أم لا ترث؟ أم لا ترث. نعم. من ناحية الشرعية لا ترث، لا ترث، لأن العدة الشرعية قد انتهت، وبانتهاء العدة الشرعية أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى. نعم. ولكن من ناحية القانونية لم يصدر بعد الطلاق، حكم الطلاق. نعم. في المحكمة الأجنبية. فما العمل؟ الزوجة يعني تقع في حرج، من ناحية الشرعية لا ترث، من ناحية القانونية ترث، خاصة إذا كانت الأموال كثيرة التي خلفها، التي تركها زوجها المطلق. نعم. فماذا تفعل؟ فإذا كان وازعها الإيماني قويا تأبى يعني أخذ أو يعني تحصيل هذا الميراث. نعم. نعم. لأنه ليس لها الحق. ولكن من ناحية القانونية إذا كان الإيمان تاعها ضعيف تقول لك خلاص أنا المهم من ناحية القانونية عندي حق ناخذه والسلام. نعم. إذن هذا حرج تتعرض له المرأة، لأن الإجراءات طويلة. وطبعا السبب رأي سبب ذلك أن هذه القوانين لا تأخذ في الاعتبار العدة الشرعية. أكيد. لأنه هي ما عندهاش علاقة بالإسلام. هذه عدة شرعية موجودة في الإسلام. قوانين وضعية في المجتمع. قوانين وضعية. نعم. قوانين وضعية تطبق في البلاد الغربية. يعني في مسائل أخرى سنذكرها في اللقاء القادم، ما دام هذا العدد الأول هكذا نجات نتفق. نعم. على الطلاق، لأنه نناقش أيضا آثار الطلاق أخرى نناقشها أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أول ما نستخلصها أنه أول مشكل، مشكل كبير. هو مشكل، أول مشكل بالنسبة للأجراءات الأولية. نعم. هو مشكل. إذا سمحت لي باختصار بقبالية. نعم. أي 38 مد نهضر في كلتني عدان في الزواج المختلط، يعني جزائريا نغي ماروكيا نغي تونسيا يزوجن كتلاوين ثياض، أما ذي الإسبان أما ذي فرنسا أما ذي كندا أما وكي ومن سما الزواج المختلط نغلو مارياج ميكست. أطاسي غفلان يدي تسارو، أطاسي بوغوران يدي تساك. السيسن ما في وظهر ذرو خطر ما إلى ذي تصف تواشول تتزيريث أرقز تتزيريث أمطوط تتزيريث ما روحنا ذي عيشن ذي الغرفة أطاس بوغورني تسيذيرن إلا وان ذي رقزنك تعدين يعني سكسني زرفان تلاوين سن خطر تذعذ في تواشول تيس فواشول تيس نسا إلا وان ذا تسمطوط ميث بضى الغرفة أتساف القوانين أفكاني زرفاني ثمطوط أكثر الزمار ذا استفرو يرنا تسوي الحقيس يرنا وتي تخصى والو وما ننسى ثم ذا راويس اطاس بوغرني قلان ثمسة تاقي اتاقي اتنسقردش ذي ثدويل ثايض ان شاء الله سنكمل ذا شو بوغورن دي تنولفون ما رادي ضرو ذرو ذي الغربة يرقز اكو تمطوث الدريان سن مسعن الدريا يا درم كثرو يسن الغربة كان واحد السوحاش قسيحث ارنوياس ما يسد فرو يعني ذكور ديم قرانا يتسيديرن من بعد بر. بارك الله فيك دكتور سعيد، نتواصل معكم من خلال قضايا الجالية العدد السادس والطلاق في حلقته الأولى بالنسبة لهاته السهرة، ونستمر معكم مع ركن قضايا الجالية في المهجر. طيب، سنعود بعد قليل لنتعرف على ركن قضايا الجالية، وقد اعتدتم مشاهدة هذا الركن. فضيلة الدكتور، لدينا بعض القضايا التي سنعرضها في هذه الحلقة،
وأكيد أننا سنتفاعل معكم من خلال هذا المباشر بالنسبة للنظر في قضاياكم عن طريق المباشر بالنسبة لقضايا الجالية، خاصة المسائل التي تتعلق بالطلاق. أعود لنشاهد ركن قضايا الجالية ثم نعود إلى البلاتو. إذن عدنا إليكم والعود أحمد في هذا المباشر برنامج والصلح خير لعرض بعض القضايا، وأيضا من خلال هذا المباشر تشاهدون أرقام التواصل في أسفل الشاشة بالنسبة لقضايا الجالية. ونتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الطلاق بالنسبة للجالية المسلمة في المهجر والتي تعيش في مجتمعات غربية أو في مجتمعات عربية. نبدأ بقضية دكتور مصطفى من فرنسا الذي يقول: الذي لا يدرك معنى الطلاق في الغربة فهو لا يعرف شيئا ولا يعرف آلام رجل لم يعد يفكر في الزواج مرة أخرى. يقول: تم الطلاق بيني وبين زوجتي منذ 3 سنوات، لدينا طفلة الآن عمرها 7 سنوات، حياتي تحولت إلى جحيم، ظروف عملي تحتم علي التواجد خارج المنزل حتى 8 مساء، يعني 8 ليلا، ولا سبيل أمامي إلا أن أترك ابنتي في ضيافة أسرة جزائرية خلال الأسبوع وتبقى معي فقط في نهاية الأسبوع، يعني كما قال هو simplement je vois ma fille le week-end. لم أكن أرغب في هذه النهاية المأساوية، بما تنصحني فضيلة الدكتور سعيد بويزري؟ ويبدو أن مصطفى متعب جدا دكتور. نعم يا أخي مصطفى، قضيتك هي نموذج لقضايا كثيرة، كما وصفت آثار الطلاق في بلاد الغربة. في الحقيقة الطلاق في حد ذاته مؤلم جدا، وأكثر وأول الضحايا هم الأولاد. ولكن الجرح أكبر إذا كان هذا الطلاق في بلاد الغربة، لأنه الطلاق في الوطن مهما كان، كاين أسرة الزوجة، كاين أسرة الزوج إلى آخره، يتعاونوا مهما كان، فالأمر يعني فيه نوع من التيسير. والألم أقل، ولكن في الغربة كثير، وأنت تعيش كما قلت عند لازم تعمل كما قلت في الحلقة الماضية، الغربة غربتان، الغربة غربتان، الغربة غربتان. درك يا أخي مصطفى واش نقول، احنا كلمة الطلاق في حد ذاتها مؤلمة، يعني ذكرها باللسان مؤلم، وآثارها في الحياة الأسرية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة، في حياتنا، الحق مضر جدا. ولكن المطلوب منك أن تجتهد، أن تصبر أولا، وأن تجتهد، وأن تتعاون مع مطلقتك من أجل تحقيق التوازن النفسي السيكولوجي لهذه البنت. هذا أمر مطلوب، أن تتركها عند أسرة معينة، جارة، هذا أمر طيب لتقوم برعايتها، ولكن هذه الأسرة مهما بلغت رعايتها لا يمكن أن تعوض رعاية الوالدين، فالوالدان لا معوض لهما. لذلك أنت وأمثالك مطالبون بجهود إضافية تعويضية من أجل المحافظة على التوازن النفسي لهذه الطفلة، ليس إلا. وأن تأخذ درسا، وأن يأخذ أمثالك دروسا في هذه الحياة، لأن ربنا عز وجل حينما تحدث عن أحكام الطلاق ضبط هذا الأمر كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تترى أنبأنا بأن هذا الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل، لكي لا يلجأ إليه الإنسان إلا لظروف استثنائية لم تسعفه الحلول العلاجية الأخرى والتدابير العلاجية
التي نص عليها القرآن والسنة. لذلك ننصحك بهذه الجهود الإضافية، ونسأل الله لحل الحفظ لابنتك، نعم، الحفظ والرعاية، والله لا يعجزه شيء. نعم. نعم. دكتور، مثلا في هذه المسألة، ما هي الحالات التي تجعل الوالد بعد الطلاق أن يكون حاضنا لابنته أو ابنه دكتور؟ هل هناك نصوص أو قوانين؟ أي نعم، نصوص. هناك قوانين، لأنه في المجتمعات الغربية، نعم، القانون يسمح حينما يتحدثون عن الاتفاق، عن الاتفاق على كل شيء. نعم. لذلك هذا الذي ييسر إجراءات الطلاق. فإذا كان هناك خلاف يخضعان لتحقيق كبير. نعم. فيأتي القاضي فيسألها ويسأله أسئلة دقيقة جدا في جلسة التراضي التي ذكرتها قبل قليل. نعم، يسأله مثلا ما هي التكاليف التي تكاليف العرس مثلا، والنفقات المختلفة، والمبالغ المقدمة، ومن تكفل بشراء المسكن، هل هذا المسكن تم شراؤه قبل عقد الزواج أم بعد عقد الزواج، ويختلف الحكم القضائي في الحالتين، كل ذلك. لذلك فالزوجان يتفقان على كل شيء. يجوز قانونا، احنا ذكرنا موضوع الحضانة في البلاد الإسلامية يخضع للفقه، للشريعة الإسلامية. نعم. فالشريعة الإسلامية تقرر أن حق الحضانة يمنح أولويا للأم، فالأم أولى بحضانة أولادها. نعم. ولا يمكن إسقاط الحضانة عن الأم إلا لأسباب معينة، من هذه الأسباب ألا تكون أهلا، أي فقدت أهلية الأداء. نعم. فالشرع الحكيم يقرر ما يحمي هذا الطفل. لذلك يسند الشرع الحضانة، نعم، لمن يليها، لمن؟ لأم الأم، وهذا هو المقرر في التشريعات العربية. نعم. التي الجدة استنبطت، يعني، أحكامها من الشريعة الإسلامية، وهي الجدة من جهة الأم، يعني أم الأم وليس أم الأب، حتى هذه المسألة مرعية، الشريعة تراعي هذه الأمور النفسية، نفسية، نعم، هذه الأمور التربوية. أم الأم، وأي أم تتمنى أن يتربى ولدها في أحضان أمها، ليس في أحضان يعني أم المطلقة أو أم الزوج وهكذا. ولكن في هذه البلدان الغربية لا تهمهم هذه الأمور، نعم، اتفقا على أن الحضانة تعود إلى الأب، يأخذها الأب بالاتفاق. إذن هذا أمر موجود، موجود. هناك، نعم، مسائل نذكرها في أثار الطلاق، الطلاق في، نعم، العدد القادم، نعم، إن شاء الله. إذن نحن معكم على المباشر لاستقبال قضاياكم من خلال هذا البرنامج. قضية سعاد دكتور سعيد، تقول سعاد: تزوجت برجل جزائري وسافرت معه إلى فرنسا، وقعت بينهما مشاكل اجتماعية ومالية بين سعاد وزوجتها. رفع زوجها بفرنسا دعوى الطلاق بمحكمة باريس، صدر حكم الطلاق في شهر أكتوبر 2021. هل لهذا الحكم أثر مباشر من الناحية القانونية في الجزائر؟ تقول سعاد مغتربة. نعم أخت سعاد، في كل مرة نأسف لسماعنا لأحكام الطلاق الصادرة في بلاد الغربة، نعم، ولكن سؤالك مباشر والجواب سيكون مباشرا. لا يمكن أن يكون للحكم، حكم الطلاق الصادر في محكمة أجنبية كما قلت بمحكمة باريس، نعم، ليس له أثر مباشر في الجزائر. لابد أن يخضع لما يسمى بإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة من المحاكم الأجنبية، لابد من إضفاء هذه الصيغة التنفيذية طبقا لمرجعين أساسيين دو ريفيرونس. المرجع الأول والاتفاقية
المشتركة بين الجزائر وفرنسا الصادرة سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من هذه المحاكم الأجنبية. يخضع الاتفاقية اتفاقية 1964 كما يخضع أيضا للقانون الجزائري قانون الإجراءات المدنية والإدارية اللي هو قانون 0809 خاصة في المادة 605 وما بعدها المادة 605 وما بعدها خاصة المادة 605 والمادة 607 المادتان تنصان على ضرورة إضفاء هذه الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية الصادرة بالمحاكم الأجنبية لابد أن يخضع لهذا الأمر لهذا الإجراء داخل القضاء الجزائري في الجزائر. نعم. وتتوضح الأمور بالنسبة لهذه أي نعم. النصوص لابد من إضفاء الصيغة التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية. نعم. هكذا يكون واضح بالنسبة لسعاد دكتور. نعود إلى قضية عادل من دبي دكتور. يقول طلق عادل طلق زوجته في 2019 لمشاكل أسرية كثيرة. لدينا طفل عمره 10 سنوات والمشكلة يقول عادل أن طليقتي طلبت أن يزورها ابنها ويبقى عندها 20 يوما. فقبل عادل واتصل بها عدة مرات لكنها لا ترد عليه دكتور. بعدها توضح الأمر أنها أرادت خطف الطفل والعودة به إلى الوطن الأم. وبناء على شكوى من عادل إلى الشرطة هناك منعت الشرطة من منعت هذا الطفل من السفر مع أمه. واضطر عادل إلى تأجيل السفر. حينما سألها الضابط قالت له لو طلبت منه هذا يعني طلبت منه لوتوريزاسيون باش يسافر الابن تاعي معايا لا رفض. فكانت هذه هي طريقتي. يقول عادل ماذا افعل معه خاصة انهم يعيشون في نفس المنطقة في دبي. هذا بالنسبة للمجتمعات العربية دكتور سعيد تفضل. نعم في الحقيقة الأخ عادل يعني ما ذكرته تفاصيل هذه القضية. أولا القاسم المشترك بين جميع الدول سواء الدول المسلمة والدول الأخرى غير المسلمة أن هناك تركيز خاص على مصلحة المحظون. هذه مسألة مهمة جدا. أولا المحظون بالنسبة للشريعة الإسلامية فيه العديد من الأحكام الشرعية التي تحمي وتحافظ على مصلحة المحظون الولد يعني من ناحية النفسية من ناحية التربوية من ناحية الاجتماعية من ناحية التعليمية من ناحية الصحية كي نقول من ناحية الصحية سواء الجسدية أو النفسية الرعاية يعني. نعم مطلوب يعني هذا الأمر مطلوب. وكذلك في القوانين الموضوعية للبلدان المختلفة نجد العديد من القوانين سواء في الدول العربية أو في الدول الغربية هناك نصوص قانونية مهمة ترعى حقوق المحظونين. وكذلك الاتفاقات الدولية المختلفة وقد أشرنا في لقائنا السابق إلى اتفاقية حقوق الطفل. في الحقيقة قبل اتفاقية حقوق الطفل تاع 89 وهذه مشهورة كاين ما يسمى باتفاقية حقوق الطفل. هذه صدرت في 1959 نصت على 10 مبادئ. هذه اتفاقية مهمة اتفاقية متعلقة بالطفولة سنة 1959 يعني هي قديمة أكثر من 60 سنة في عمر هذه الاتفاقية وصدقت عليها الكثير من البلدان. نصت على مبادئ مهمة ترعى حقوق الطفولة. يضاف إلى هذه الاتفاقية اتفاقية حقوق الطفل التي أشرنا إليها في لقائنا السابق اتفاقية 1989 التي دخلت حيز التنفيذ في 1990 وصدقت عليها الكثير من الدول منها الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 92 شلطة 461. إذن هذه الاتفاقية تقرر أنواع ألوان كثيرة للطفولة. لذلك في دبي
ما تقدرش هذه المرأة تسافر يعني بولادها بعد الطلاق إلا بترخيص مكتوب من قبل زوجها المطلق. نعم. إذن هو الأب عنده مقام الأبوة، فبالتالي غير مسموح. لذلك حينما رفع شكوى يعني ما تمنع. في الحقيقة يعني لا يصح أن يتحول الأولاد إلى ورقة ضغط بين الأزواج. بالمناسبة هناك قضايا الآن راهي على مستوى المحاكم الجزائية، لأنه مما هو منصوص عليه في الاتفاقات والقوانين المختلفة أن هذا يعتبر تعديا ويدخل في الجانب الجزائي. لكن لماذا يقول أنها قالت لو استأذنته يعني في سفري مع ابني لا رفض؟ ربما كانت هناك مشاورات من قبل ورفض أنه يسافر مع الوالدة تاعو. لذلك هي لا ضر ولا ضرر. نعم. مادام هي تعلم بأن موقفه هو الرفض، بأنه نعم. سيرفض، وهي تريد أن تقوم بعملية غير مقبولة، يعني نعم. نوع من أكيد. الاختطاف. أكيد. اختطاف. نعم. والقوانين اختطاف تجرم هذا العمل، تتابع جزائيا، لذلك من مصلحتها لا تفعل ما تفكر فيه. هي إما تتشاور معه، ممكن يكون بيناتهم رجل صلح ويتفاهموا على السفر مع تقديم الضمانات. نعم. الكفيلة، لأنه ممكن هو رفض ذلك إنه هو يعلم بأنه لو أخذته معها ربما ستحرمه من رؤية ابنه. من رؤية نعم. ابنه. نعم. لذلك إذا كانت هذه النية من أحدهما أو من كليهما فالضحية هنا الولد، فيتصارع الوالدان في مسرح معين، مسرح النزاع والصراع، ولكن الضحية هو الولد. والأولى أن يتشاورا، ذكرنا في لقائنا السابق قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. هو جاءت قضية أخرى أيضا هذه الأيام من دبي، يعني بصراحة القانون يمنح الكثير من الحقوق، ومن العجيب مبالغ ضخمة جدا جدا. فحينما قرأتها طلعت على ما تطالب به المطلقة شيء كثير. طلبت بمبلغ نفقة لولديها كبير جدا، وطلبت أيضا بكذلك شغالة يعني التي تخدم هذه الأسرة بتسديد تكاليف هذه الشغالة يعني الخادمة، وكذلك بسيارة خاصة تنقل الولد، واحد منهم راه يتمدرس، وسائق خاص يأخذ أيضا هذا الولد. نعم. يعني إلى المدرسة ويرجعه. نعم. فضلا عن أمور أخرى، يعني بصراحة تكاليف باهظة يعني. فهذا يسأل يقول يعني أنا كيف أواجه يعني هذه المبالغ الضخمة. هي بذات وكأنها تريد أن تضيق عليه. تضيق عليه. نعم. يعني تستخدم دكتور. هذا يعني ولديها. نعم. ورقة ضغط ضد مطلقها. لذلك في الأخير يا نجاة، إذا كان ناس تخاف ربي، حتى إذا كان خلاص طلق بيناتهم. نعم. لازم يجتهد هؤلاء دكتورة دي في تسيير ما بعد الطلاق. نعم. حتى هذه الشحناء والكراهية نراها بين الأزواج اللي طلقوا دكتور. إيه للأسف. واستمرار الحرب بعد المفروض تنتهي الحرب يعني عند صدور حكم الطلاق. نعم. عندهم مشاكل وحروب، ولكن بعد ما يصدر حكم الطلاق خلاص، يعني ماذا بعد هذا؟ ماذا بينتهم أولاد؟ هذيك الوالدية يعني هو والد وهي والدة. نعم. المفروض هنا يجتمعان من أجل التشاور لتسيير مرحلة ما بعد الطلاق. نعم. لازم يتعاونوا ويتشاوروا كيفاش يسيروها بما يكفل حقوق الأولاد، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي. نعم. للأولاد. نعم. بالمناسبة كاين أزواج حتى حينما تحكم المحكمة مثلا بمبلغ معين كنفقة الأولاد. نعم. هو يقدم لها أكثر مما قضت به المحكمة، ممكن المحكمة تحكم ب 20,000 دينار مثلا شهريا، نتكلموا بدينار جزائري، هو يعطي لها ضعف، يعطي لها 40,000 دينار جزائري. يقول لك لسببين،
السبب الأول باش الابن يعيش في ظروف ميسرة ولا يحرم من لا يحرم. نعم. ثم السبب الثاني أنه هو يملك المال، يقول لك خلاص انتهت العلاقة بينه وبين زوجته، ولكن العلاقة بينه وبين ولده لا تنتهي. لذلك ربنا اقتضى حكمته باش يقول بعد ما تحدث الله عز وجل ونص على يرحمك الله نص على أحكام الطلاق، قال في الآية 237 من سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ونعيدها كل مرة هذه الآية إن شاء الله. دكتور، هي صمام أمان. نعم، هذا ربنا هو خالقنا. لأن أصلا أن يعيش يعني في مشاكل الإنسان فهو لا يستقر، ولا ربما يفكر في أشياء أخرى تخص مستقبل الأولاد أو مستقبله. ودكتور عبد العزيز من الجزائر، هل هناك اتصالات سعيد حتى ننصف؟ طيب، شكرا. عبد العزيز من الجزائر يقول: تزوج عفوا دكتور بامرأة فرنسية، نتج عن هذا الزواج ابن واحد، صدر حكم الطلاق في شهر مايو 2021، رجع إلى الجزائر بعدما حكمت المحكمة بحضانة الابن لأمه الفرنسية. الآن يطرح حق الزيارة وليس لديه أوراق الإقامة بفرنسا بعد، كيف يزور ابنه بفرنسا مع صعوبة الحصول على التأشيرة؟ دكتور، هذا بالنسبة لي عبد العزيز من الجزائري متزوج بفرنسية. عبد العزيز، قضيتك تحكمها الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية سنة 1988. هذه الاتفاقية ذكرناها في لقائنا السابق حينما تحدثنا عن الزواج المختلط. فالجزائر وفرنسا أبرمتا اتفاقية ثنائية تنظم يعني ما يتعلق بحقوق أطفال الزواج المختلط. نعم. الأطفال الذين نتجوا عن الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيين ذكورا وإناثا. نعم. ومما ورد في هذه الاتفاقية الثنائية المادة السادسة: حل قضيتك يكمن في المادة السادسة التي تنص على أمر يتعلق بحق الزيارة. يتعهد الطرفان، يعني هناك تعهد من الطرفين بضمان حق الزيارة، هكذا تنص المادة السادسة من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية عام 1988. إذن حق الزيارة مضمون طبقا للمادة السادسة. ونصت هذه المادة أيضا في فقرتها الثانية على ضرورة تيسير حق الزيارة، بمعنى أنت الآن تعيش، رجعت إلى الجزائر، وابنك يعيش في فرنسا مع مطلقتك، يعني مع والدته، لأن الحضانة لها الآن، وأنت لا تملك أوراق الإقامة، لا تملك إقامة دائمة بفرنسا، وطرحت إشكال صعوبة الحصول على تأشيرة دخول الطراب الفرنسي. أنت عن طريق محاميك يصح لك قانونا بالمطالبة بحق الزيارة لولدك، وتستفيد من تيسيرات للحصول على هذه التأشيرة عملا وطبقا للمادة السادسة من الاتفاقية المذكورة. يعني حينما تكتب هذه العريضة مع المحامي، مع المحامي تاعك، ترفق عريضة المطالبة بحق الزيارة
في بالتراب الفرنسي بنص هذه الاتفاقية، وكأنك تقول للسلطات الفرنسية أن هناك اتفاقية مبرمة بين الدولتين، بين الحكومتين. نعم. تقول وليدك راه بفرنسا عمل بالمادة السادسة، عندك حق الزيارة. إذا كان حق الزيارة لا يتحقق إلا بالتأشيرة، إذا لابد أن يكون هناك تيسير للحصول على هذه التأشيرة. نعم دكتور، هذا بالنسبة لي عبد العزيز، بالنسبة للقضية التي تمعنت فيها الآن. دكتور، لم تبقى إلا قضية أمينة التونسية الأصل، لست أدري كم بقي من الوقت. أمينة تقول: تزوجت برجل عربي مسلم، وقع بينهما الطلاق دكتور شرعا يعني لفظا في شهر مارس 2021، ولا تزال إجراءات الطلاق مستمرة، هل يصح لها أن تتزوج زواجا عرفيا بشخص طلبها للزواج رغم أن حكم الطلاق لم يصدر بعد؟ بالنسبة لي أمينة. نعم الأخت أمينة، كما قلت وقع الطلاق شرعا في شهر مارس 2021، بمعنى زوجك طلقك من ناحية الشرعية في مارس 2021. وحنا ذكرنا، وهذا نموذج أمامنا، مثال واقعي، أن إجراءات الطلاق طويلة. إلى الآن لم يصدر حكم الطلاق. إذن إذا كان من مارس 2021 تقريبا 11 شهر تقريبا. نعم. أو 10 شهور وقليل. وقد ذكرت في مقدمة اللقاء أنه سيمر أوقات طويلة لصدور هذه الأحكام، خاصة عندما يتعلق بالطلاق في المجتمعات الغربية. نعم. إذن إذا كان قولوا كما قلت أنت في شهر مارس تلفظ زوجك بالطلاق. نعم. من ناحية الشرعية صدر حكم الطلاق شرعا، إذا يبدأ في حساب العدة من شهر مارس. مارس نعم. أفريل، ماي، جوان، أقصى حد شهر جوان انتهت العدة الشرعية. نعم. أنت تزوجتي برجلين عربي كما قلتي، وأنت تونسية هكذا. نعم. نعم. فهذا الطلاق انتهى من ناحية الشرعية، أصبح طلاقا بائنا بينونة صغرى، بمعنى أصبحت أجنبية عنه وهو أجنبي عنك بعد فوات هذه العدة الشرعية. ربي قال في القرآن: وأحصل عدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو تمت الرجعة بينكما لاستمر الزواج في فترة العدة الشرعية، ولكن ما دام ما كانش رجعة والحكم القضائي من المحكمة الفرنسية لم يصدر إلى غاية الآن، ولكن أنت قلتي بأن هناك رجلا أراد أن يتزوج بك زواجا عرفيا، من الناحية القانونية لا يمكن، لأنك لا تزالين في عصمة رجل من ناحية القانونية، ولكن من الناحية الشرعية يجوز لك الزواج برجل آخر، لأن العدة الشرعية قد انتهت. نعم. فحينما يتناقض القانون مع الشريعة فالأولى بالاعتبار الشريعة الإسلامية، حتى ولو صدر بعد ذلك حكم بالطلاق فيمكن اتباع إجراءات معينة لاستصدار حكم بالطلاق بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي للطلاق الشرعي. أعلموا علم اليقين بأن هذا الإجراء ليس سهلا، هناك اختلاف في التعامل مع الموضوع، مع القضية. هذا القاضي الفرنسي لا يعرف هذه الأحكام الشرعية، وليست معتبرة
عنده بالنسبه ليه الديفورس هذا عقد الزواج كسائر العقود والسلام. تلاقيتوا اجتمعتوا كذا ويحاول يدير حتى هناك اجراءات الصلح عندهم الى غير ذلك. كنت ساطرح هذا السؤال نعم. نعم هناك اجراءات الصلح ان شاء الله في الحلقه القادمه عدد الثاني في موضوع الطلاق نتكلموا على بعض التفاصيل نختار بعض البلدان في فرنسا في كندا في امريكا ربما نختار بعض البلدان كعينات وهذا اشكال حقيقي. الان امينه مطلوبه للزواج. نعم. لا يمكن ان اقول لك خلاف ما اقول الان. من الناحيه الشرعيه يجوز لك لانك مطلقه شرعا وانت مسلمه تجري عليك احكام الاسلام. تجري عليك احكام الاسلام. بل كي ديري عقد زواج عرفي تتوفر اركانه وشروط صحته. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الزواج صحيح وقد يثار هذا الأمر أمام المحكمة. نعم. فإذا سمع زوجك أو مطلقك بأمر زواجك الثاني قد يقاضيك ويرفع دعوى قضائية ضدك ولكن هذا النزاع يطرح على مستوى المحكمة. ليس هناك أدنى شك أن الأحكام الشرعية هي أولى بالاعتبار لأنك مسلمة تجري عليك أحكام الإسلام. للأسف هذه من المسائل التي يطرحها الزواج المختلط. فإذا كان الزواج في حد ذاته فيه زواج مختلط أقصد فيه عقبات وفيه إشكالات إلى آخره. ومما قلنا في لقائنا السابق أقل ما يقال عن الزواج المختلط أنه مغامرة مغامرة غير مأمونة العواقب. وإذا وقع الطلاق أيضا تدخل هذه الأسرة في مرحلة أخرى تفرز أنواعا من العقبات من المشكلات. نسأل الله العفو والعافية. نعم دكتور بعد النظر في كل القضايا التي يعني تمعنت فيها الآن بالنسبة لبرنامجي يبدو أن الخلل التقني لا يزال قائما. لست أدري دكتور. ونحن نعتذر للسادة المشاهدين الذين يطرحون هذا الإشكال. نحن نتبنى انشغالاتكم. العديد من الناس يتصلون بنا إلى غاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل. بعد نهاية الحلقة لأنهم لم يتمكنوا من التواصل معنا مباشرة. نعم. فنعتذر لهم والأمر يتجاوزنا. نعم الأمر يتجاوزنا صحيح خاصة أننا خصصنا هذه الأعداد قضايا الجالية المسلمة في المهجر بالنسبة لطبيعة القضايا التي تعاني منها هذه الجالية المسلمة في المهجر. قلنا أننا في الحلقة الماضية سنتحدث عن إجراءات الصلح دكتور سعيد. ربما سؤال أطرحه قبل نهاية البرنامج دكتور شروط رفع دعوة إثبات الطلاق في المجتمعات الغربية هل تتشابه مع شروط رفع دعوة إثبات الطلاق في المجتمعات في مجتمعاتنا خاصة وأن يعني بالنسبة لهذه الظاهرة يجد نفسه يعني المغتربين في ديار الغربة دائما في ديمومة هذه الأوراق والتحضيرات دكتور والمراسلات وحتى يتم الطلاق نهائيا بالنسبة للبلد المغترب أو بالنسبة للوطن الأم دكتور يعني متى يجدون الراحة في الحقيقة؟ متى يجدون الراحة أمام كل هذا الهوس دكتور سعيد؟ في الحقيقة يعني الإنسان في هذه المرحلة يعني وأنت تطرحين هذا السؤال فيه بعض القضايا للأسف يعني قضايا الطلاق من بعض أهل العلم الذين يشتغلون في بلاد الغربة هناك من يشتغل في مخابر في جامعات في مؤسسات كبيرة جدا وأثر سلبا على عطائهم العلمي لأنه دخل في مشاكل يعني في مشاكل قال قبل الطلاق كانت طاقتي فولادية موجهة نحو البحث العلمي والاختراعات ومواكبة التطور العلمي
والإبداع في مجال عمله، ولكن بعد ما دخل في إجراءات الطلاق المعقدة خلاص صارت طاقته تصرف في هذه الأمور فتخلى. فيه دكتور انكسار يعني صراحة. نعم. بالنسبة للمطلق أو المطلقة. آه يعني نفس الشيء يعني. نعم. لذلك هي شروط عديدة، منها يستخدمون واحد العبارة اسمها انهيار كيان الأسرة. نعم. فإذا كان يعني الزوج مثلا يطلب الطلاق لانهيار كيان الأسرة، تستخدم هذه الكلمة انهيار، أو يعني دمار كيان الأسرة، أو هجران، هجر الزوج لزوجته أو هجر الزوجة لزوجها، أو العنف الذي يمارس سواء من قبل الزوج تجاه زوجته أو العكس. وأحيانا إذا كان هذا العنف يمارس ضد الأولاد، للأسف هناك بعض الناس الآن راهم في السجون الآن، خاصة إذا تعلق الأمر بأذى الصغار أذى الأطفال. فإذا كانت هذه الأسباب متوفرة يعني ترفع القضية أمام العدالة في البلاد الأجنبية بالطرق التي ذكرناها ونذكرها. نعم. بالتفصيل في الحلقة القادمة. إما يكون الاتفاق هذا مياب يعني على مستوى الموثق، يعني طلاق اتفاقي على مستوى الموثق، أو كل واحد بمحاميه، أو يكون على مستوى المحكمة. أيضا طلاق اتفاقي. وإذا حصل خلاف يتدخل القاضي من خلال التحقيق سواء في الحياة الزوجية وأسباب رفع هذه الدعوة أو تبرير المطالبة بالطلاق، ويعمل وكذلك المشتركات المادية، ممتلكات المادية التي اكتسبها الزوجان بعد تأسيس الأسرة، ثم تدخل في الإجراءات سنبينها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيك دكتور. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دكتور سعيد. قلنا أننا في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى سنخصصها لإجراءات الصلح، الحلقة الثانية الطلاق، العدد السابع بحول الله تعالى، وليكتسب أيضا المكتسبات الممتلكات المشتركة. نعم. بين الزوجين. نعم، لأنهم عندهم هذا البحتاج بين. نعم. نعم، بطريقة عادلة حسب قوانين. يعني المجتمعات الغربية. إذن شكرا دكتور سعيد على الرأي السديد والرشيد، وفقك الله في حبك للخير وسعيك للمعروف وحرصك على العفو. أنت الرجل المصلح والرجل القانون الذي يقول لم نخت دقيقة. إذا رسالة دكتور يقول سعيد، دقيقة رسالة من رسائل هذه الحلقة الأولى. وقبل ذلك نشكرك على كل هذه المتابعة أيضا لقضايا الجالية المسلمة في المهجر، ونتعلم دائما منك القوانين والنصوص، كيف لو أنت الرجل المصلح ورجل القانون. تفضل دكتور، رسالة ننهي بها البرنامج. في الحقيقة الرسالة الأولى التي نوجهها لهذه الأسر، إذا قلنا لهم سابقا حافظوا على أسركم، ولكن بعد وقوع الطلاق نقولهم اجتهدوا وتعاونوا وتشاوروا في تسيير مرحلة ما بعد الطلاق. نعم. تسيير مرحلة ما بعد الطلاق، خاصة ما يتعلق برعاية حقوق الأولاد. هذا من جهة. من جهة ثانية اجتهدوا في معرفة النصوص القانونية التي تحكم الأسرة بعد الفراق. الفرق. نعم. نعم، ونفترق نحن في هذه الحلقة ونعود. نعم. لنلتقي بك في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى في قناة القرآن الكريم وفي برنامج والصلح خير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.